يعني اسطنبول يا سليم، أحبك أحبك، يعني هش يا غزال بالإنجليزي. أيقطع عمرك بالعربي؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ بعرف بعرف، فهمت علي؟ عم بحفظ. مو هيك بيحفر، آثار عاد، آثار. مو هيك بيحفر، هذا آثار، آثار، انتبه. تيجي بيعنوا للمالك، تيجي بدراسه بتخربه. ممكن تيجي تضربه بعينه للملك او تيجي براسه فبينتزع نهائي. عادي، حجر ما بحس. الحجر بحس. حجر بحس. حجر بحس. اي والله والله، انت بتخلي الحجر يحس، بس عدم المؤاخذه يعني. كيف بدي احفر اذا ما جيبها المعجرفه؟ مجرفه؟ ما عندك مجرفه؟ ولك عندي عندي. كيف ما عندي؟ انا اللي عندي. وينك؟ الا ما تروحها، تستنوني تضل محلا لاروح اجيب المغرفه وارجع. ماشي كبار خيار، العمل لغتهم سهله كثير مثل لغتنا فرنشك. وشو عرفك انه لغتهم مثل لغتنا؟ شو بتفهم ايطالياني كمان؟ بفهم كل شيء، بفهم كل شيء، اصلا فهمت عليها كل كلمه حكتها من قبل ما يترجم لي، بس كلمه واحده اللي عصلجت معي ما فهمتها. ايه وشو هي يا فالح؟ المجرفة بالعربي طلع اسمها بالايطالي مغرفة. اي اقطع عمرك شو فهيم؟ وفهيم حط لي اياها بين قوسين. ها اسكوت اسكوت، اكموش بدي روح جيب المغرفة بالايطالي. اكموش اكموش مشان ما تنزل على عينه للملك، بجوز توجعه، حجر بحصان ده.